ينضم إلينا الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. بعد التحية للدكتور، إذا ما دلالة الحرص الرئاسي على المشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية؟ الحقيقة أنا يعني شرفت بالحضور في هذا الإفطار، وهناك ملاحظات كثيرة في أثناء هذا الحضور. أول ملحوظة التنوع الكبير وضم هذا الحفل الإفطار كل طوائف المجتمع، سواء كان على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، شخصيات عديدة بتمثل فعلا المجتمع المصري وشرائحه المختلفة. هناك شخصيات فلاحين، وكان موجود نماذج فنانين، وكان موجود أحزاب سياسية، وموجود شخصيات عامة، وموجود أفراد عاديين من أفراد الشعب المصري. هذا التنوع الكبير هو بحق كان مسمى حقيقي، وهو إفطار الأسرة المصرية جميعا على مختلف شرائح. دي أول ملحوظة. الملحوظة الثانية الحميمية الملحوظة ما بين الحضور وبين السيد الرئيس، ويمكن هذه الحميمية وضحت منذ دخول السيد الرئيس إلى حفل الإفطار وتلقي خطاب الرئيس والاستماع إليه بإبساط شديد، لأنه كان يحمل جزء كبير من الود والثقة وتجديد العهد ما بين ممثلين للأمة المصرية والسيد الرئيس في بداية ولاية جديدة. دي الملحوظة الثانية اللي يمكن بحب أشير إليها. النقطة الثالثة، الإصرار الشديد للسيد الرئيس في خطابه أن يؤكد في أكثر من فقرة على صلابة الشعب المصري وقوته وتماسكه وقدرته على تخطي. صحيح، يعني أكد على أن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. الرئيس أكد على ده، ويمكن الرئيس ثمن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات كثيرة ومن أرواح شهداء، سواء كان من القوات المسلحة أو الشرطة، وإن الأم المصرية والست المصرية اللي استطاعت أن تقدم الابن والزوج والولد زي ما قال والأخ فداء لهذا الوطن. ويمكن السيادة تعبر إنه ما فيش مرة حد اشتكى من هذا، بل بالعكس قدم هذه التضحية طوعا فداء لمصر ولبناء هذه الأم. وبالتالي هذه ملحوظات كبيرة ومهمة يجب أن نقف عندها، أنها هذه الحمية لم تكن تصنع ولم تكن توجد إلا إن زي ما قال الرئيس أنه حديث صدق بدأه منذ بداية توليه، وأن هذا الصدق مستمر في الولاية الجديدة للسيد الرئيس. هناك رسائل أخرى بقى كثيرة أكد عليها السيد الرئيس، ويمكن أنا أحب أشير إليها، أن يمكن الرئيس ذكر أن هذه التحديات اللي يمكن في آخر 6 شهور كانت تحديات متنوعة وليست فقط تحديات اقتصادية، ولكنها تحديات كبيرة بيطارد فيها الشعب المصري بالوقوف خلف قيادته والتوحد والاستيطاف الوطن الحقيقي مع قيادته، لأن هذا هو العامل الفيصل اللي أكد عليه الرئيس في خطابه للعبور والتخطي هذه التحديات. الرئيس لما أشار وقال أن قلبه حديد، يمكن أشار أن هو هذا القلب الحديد بالناس ومن الناس وبفضل وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وده معناه ان يمكن الرئيس اراد ان يرسل رساله للشعب المصري كله بان التوحد الامه وقيادتها هو الامر الحاسم لعبور هذه الازمات وبناء هذه الدوله الجديده وقدرتها على تخطي كل الازمات اللي موجوده في ظل وضع اقليمي مضطرب ودولي صعب جدا. يمكن الخطاب برضو اشار الى رسائل مهمه للداخل والخارج، ويمكن تاكيد على مسار حقيقي او اسس لاستراتيجيه الدوله المصريه في المرحله المقبله، وهي ان التحديات الاقتصاديه ان مصر استراتيجيتها الفكر والعلم والعمل، وان قدرتها على الخروج من الازمه الاقتصاديه سيكون من خلال توطين الصناعه والتوسع في الرقعات الزراعيه والاستثمارات المباشره في المرحله المقبله. الرئيس اكد على اهميه الحوار الوطني وتعميقه، وان هناك شهاده نجاح للمرحله الاولى من الحوار الوطني، وهذا يتطلب استثمار هذا الحوار الوطني اللي أكد عليه الرئيس أنه المخرجات اللي خرجت من المرحلة الأولى من الحوار الوطني كانت مثمرة وكانت ناجحة ومشجعة، لأن يكون هذا الحوار أكثر جدوى وأكثر استمرارا وأكثر إصرارا على استكماله، لما يقدمه من رسائل مهمة جدا وتوصيات. يمكن الرئيس أشار أن يجب توسيع المشاركة، وقال أن المشاركة يجب أن تضم كافة المصريين، حقيقة الخلاف موجودة ولكن هناك مساحات مشتركة تجمع الجميع، وأن الرئيس طالب أن يكون الشعب كتلة واحدة مع قيادته. يمكن أعبر بكلمة كتلة واحدة، ده معناه أنه
الحوار الوطني ليس له فائدة داخلية فقط للتغلب على المشاكل، ولكنه رسم صورة واصطفاف حقيقي للعالم كله بأن هناك توحد الشعب مع قيادته. رئيس في ظل هذه الرؤية الكبيرة اللي هو أشار إليها سيادته، إلا أنه أكد على اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية والمواطن البسيط وحق المواطن. صحيح، يعني عندما تحدث عن الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي لفت إلى الاستمرار على دعم هذه الطبقات يا دكتور. وهو أكد على ده عشان يوصل رسالة مهمة جدا، أنه في ظل هذا الإصلاح الاقتصادي، في ظل التسارع الكبير والاضطرابات الاقتصادية الكبيرة والإجراءات المصرفية المعقدة وكل ده، إلا أن الدولة تضع نصر عيونها برامج الحماية الاجتماعية، أن مسارات الدولة في توفير أو تحسين جودة الصحة وجودة التعليم أمر مهم جدا. ويمكن أشار السيد الرئيس أن هذه الدولة التي ننشدها هي مبنية على الفكر والعلم والعمل. النهارده اعتقد انها كانت اجواء ايجابيه جدا، اعتقد ان كان في تلاحم شديد ما بين الحضور والممثلين للاسره المصريه ومع السيد الرئيس، رسائل كلها مهمه اعتقد ان تمثل استراتيجيه الدوله المصريه في المرحله المقبله. ودائما ما يؤكد الرئيس على ان المواطن هو الاساس، اراده المصريين هي التي صنعت دوله ديمقراطيه، سواعد ابناء مصر هي التي شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء يا دكتور. ده حقيقة، هو رئيس في كل فقرة من الفقرات، حتى هو لما تجاوب على الحضور أكد على أن الشعب المصري هو كلمة السلام، الشعب المصري بمختلف طوائفه هو كلمة السلام، بمختلف فئاته هو كلمة السلام في تخطي المرحلة السابقة، اللي هو يمكن قال أن 6 شهور الماضية كانت من الأصعب، حيث أن المشاكل ليست مشاكل اقتصادية فقط ولكنها اضطراب إقليمي دولي، وهو بيطالب ان الشعب المصري يستمر في وحدته واصطفافه، وده تاكيد على اهميه الشعب المصري في خلف قيادته، وان لازم الاصطفاف الوطني زي ما بنقول هو كلمه السر لتخطي مصر التحديات المقبله، وده ما اشار اليه الرئيس في اكثر من فقره في كلامه في الخطاب اليوم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد.